حواء في الأرض. حين خرجت حواء من الجنة عرفت أنها ودعت السلام، وفي الأرض كانت مع زوجها آدم عليه السلام يواجهان الشقاء، يواجهان الصراع مع الحياة، فقد كان عليهما أن يشقيا ليأكلا. كان يأكلان في الجنة رغدا فأهبطا إلى غير رغد من طعام وشراب. وفي الأرض علم آدم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث الأرض وزرع ثم سقى حتى إذا آن حصاده حصده، ثم دله ثم ذراه ثم طحنه. وبعد ذلك جاءت مهمة حواء، عجنت ثم خبزت حتى أكلا. وتبع آدم حواء رحلة المشقة، فغزلت حواء الصوف، ونسج آدم لنفسه جبة ولحواء درعا وخمارا فلبس ذلك. ولعل آدم وحواء فهما من مشقة الوصول إلى الغذاء من حراثة وبذر وعلاج وسقية وإزالة العري وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة، أنهما قد جاءا إلى الأرض ليصلحاها ويزرعاها ويبنياها، ثم ينجبا نسلا يستعمرون الأرض ويعمرونها أكثر مما عمرها. حواء ورحلة العبادة. قامت حواء تساعد آدم في بناء الكعبة بإشارة إلهية علوية. قامت تساعده في بناء أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لها، وجعله مباركا وهدى للعالمين، وليس هذا الشرف لمكان آخر في الأرض. كانت حواء تنقل التراب وتبني مع آدم فيه، وتقوم بمساعدته في أمور إشادته. وفي بناء حواء وآدم الكعبة دليل من دلائل النبوة. والبيهقي رحمه الله إذا أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث الله جبريل عليه السلام إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بناء. فخط لهما جبريل عليه السلام، فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجاب الماء. نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت. ثم تناسخت القرون حتى حجة نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه. أم البشرية. حواء هي أم النساء وأم الرجال على ظهر الأرض، وحواء أم كالأمهات الأخريات تحمل وتضع حملها، وهي أول زوجة في تاريخ البشرية وأول امرأة تلد على ظهر الأرض. كانت حواء لا تحمل إلا توأما أنثى وذكرا، فولدت لآدم 40 ولدا لصلبه من ذكر وأنثى في 20 بطنا. كانت حواء تلد في البطن الواحد ابنا وبنتا، وفي البطن الثاني ابنا وبنتا، وكان يحل زواج ابن البطن الأول من بنت البطن الثانية. ووضعت حواء توأمين، قابيل وأخته لوذا، وولدت هابيل وأخته أقليميا. كبر الأبناء وتب الإخوة في رعاية والديهم، وبلغ الأبناء مبلغ الشباب، وأخت قابيل وهابيل يضربان في الأرض طلبا للرزق وسعيا وراء متطلبات الحياة. كان قابيل صاحب زرع وحرث، وكان هابيل صاحب ماشية غنم. وبعد فترة من الزمن أحب كل من قابيل وهابيل أن تكون له زوجة ليسكن إليها، وأفضيا بذلك إلى والديهما. فرح الأبوان، وأوحى الله عز وجل إلى آدم أن يزوج قابيل من توأمه هابيل، ويزوج هابيل من توأمه قابيل. وامتثل آدم لأمر ربه، وأبلغ ولديه بما أمره الله تعالى، إلا أن قابيل رفض ما قاله آدم، لأنه اعتبر أن توأمه هابيل أقل جمالا من توأمته، وحسد أخاه هابيل على الزواج من شقيقته لوذا، ولم يرضى بالقسمة. ولاحظ الأبوان ما انطوت عليه نفس كل واحد من الولدين، فأحب آدم أن يقترح حلا يرضي قابيل وهابيل معا.
فدعاهما أبوهما آدم وأمرهما أن يقدما قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قبل قربانه كان أحق بما أراد، وكان قربانهما أن يتقربا بقربان ثم يلقيانه على وجه الأرض حتى تأتي نار فتأكله أو يبليه الدهر. كان هابيل يتقرب إلى الله عز وجل بخيار ما عنده من الغنم والنعم والمال، أما قابيل فكان يتقرب بشر ماله ونفاية الحنطة، فجاءت نار من السماء فكانت تأكل قربان هابيل ولا تقرب قربان قابيل، وغاضه ذلك وحسد أخاه هابيل حسدا أعمى. وعندئذ قال لأخيه هابيل: قبل قربانك ولم يتقبل قرباني، لا أقتلنك أو تعتزل أختي وتدعها. قال هابيل: لا أفعل ولا أخالف أمر والدي. وقال قابيل: لا أقتلنك. فأجابه هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال قابيل في نفسه: لا أمشي في الأرض ويقول إخوتي أن هابيل خير منك، وأراد قتل أخيها. فقال هابيل لأخيه محاولا كسر حدة الشر الهائج المتوهج في نفسه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم يضيف منذرا محذرا: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولكن قابيل بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة فوقعت الجريمة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خسر نفسه وأوردها موارد الهلاك والبؤر، خسر أخاه وفقد بذلك الناصر والرفيق، وخسر أباه وأمه إذ استنزل بذلك غضب الله عليه بسبب غضبهما، وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل الحياة، وخسر آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير. لم يكن هابيل كما ورد في الأخبار ضعيفا، بل كان رجلا زاده الله بسطة في العقل والجسم. وذكر ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال: وأيما الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده. وفي المسند أخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. وقف قابيل عاجزا أمام أخيه المضرج في دمه ولم يدر كيف يواريه، وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومن الظاهر في هذه الآية الكريمة أن ندم قابيل لم يكن ندم توبة نصوح، وإلا لقبل الله توبته، وإنما كان الندم الذي اعتصره من عدم جدوى فعلته وما أعقب ذلك من تعب وشقاء وعناء وقلق. أم القاتل والمقتول. وحزن آدم على ابنه هابيل حزنا شديدا دام أعواما كثيرة، وقال آدم عليه السلام: يا حواء مات ابنك. قالت: وما الموت؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يمشي ولا يتكلم أبدا. فصاحت حواء، وقال آدم: عليك الرب على بناتك، وأنا وبني منها براء. ومضت الأيام وكبر آدم وحواء وكثر نسلهما في الأرض، فكان آدم عليه السلام النبي الذي يدعو أبناءه وأحفاده إلى الله ويحدثهم عن عظمة الخالق، وربما حكى لهم عن تغرير إبليس له ولزوجه حواء وحذرهم منه ومن فتنته. حواء والرحلة الأخيرة. في يوم من أيام الجمعة مات آدم عليه السلام، وحزنت عليه حواء حزنا شديدا، وعاشت بعده سنة ثم ماتت ودفنت مع آدم عليه السلام. أما عن مكان وفاة حواء فلا تكاد المصادر تسعفنا بالخبر اليقين، ولكن بعض العلماء أشار إلى أن وفاتها كانت في الجزيرة العربية. تلك هي حواء أم البشر، وتلك حياتها في الجنة، ثم تابعت حياتها على الأرض لتكمل ما رسمه القدر المقدر عليها وعلى آدم عليهما السلام. وفي الأرض كانت حواء أم الأمهات، وقد كانت تقوم بكل ما تقوم به النساء من أعمال،
كانت حواء قد غزلت ونسجت وعجنت وخبيزت وعملت أعمال النساء كلها، ثم علمت بناتها تلك الأمور لتستمر مسيرة البشرية إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رضي الله عن أبينا آدم ورضي الله عن أمنا حواء، وأسكنهما فسيح جناته.